مساء الخير على الجميع. بما أنه حنا بدأنا نستقبل السيارات الحديثة، في اللي حاب يسجل سيارته في مزاد صفقة تنزل في الموقع الإلكتروني. حنا طريقتنا نصور السيارة، نفحص السيارة وتنزل بدة يومين ثلاث أيام أربع أيام في المزاد. عندنا 2015 فورد إكسبيديشن XLT 6 سلندر V6. اللي حاب يشوف تقرير المزاد موجود، راح يكون في الموقع وراح نوريكم الملاحظات اللي فيه. في أجزاء رش يا أخوان بالجهاز الفحص، في أجزاء رش، في بعض الملاحظات عندكم زي هنا، مثل هنا موتر طبعا في رش تقريبا، الرش تقريبا جزء أمامي يمين فوق وجنب يمين كامل مشوش مع الكبوت طبعا يا أخوان، ورفرف أمامي وباب أمامي يسار. كعضلات محركات السيارة لا يوجد مشاكل، وبإمكان الشخص يجي يفحص خلال فترة المزاد. راح ينزل اليوم السبت، راح ينزل مدة يومين أو ثلاث أيام. موتر جاهز للاستخدام، راح نوريكم إياه على الرافعة، راح نحطه على الرافعة وتشوفوا الداخلية. الداخلية لون بيج، 6 سلندر V6، لا يوجد ملاحظات، جنود سليمة. طبعا يا أخوان الفحص المقدم من قبل المزاد بالأشياء الظاهرة في جميع السيارات، مو شرط السيارة هذه، فجميع السيارات اللي تمر علينا الأشياء اللي تظهر هذه اللي نوضحها. واللي حاب يجي يتأكد قبل المزاد حياه الله. السقف يجد ملاحظات، عندكم داخلية السيارة، عندكم مسكة الأبواب، الباب هذا البلاستيك الأسود مش موجود في الباب الخلفي، هذا هذه ملاحظة. عندكم الشنطة، فرش سليم، هذه العدة طبعا تتقفل من هنا زي ما انتم شايفين. نوريكم الآن الماكينة وراح تشوف السيارة على الرافعة. طبعا المقاعد كهرب من هنا زي ما انتم شايفين، في بعض الاستهلاك في مقعد السائق. احنا عودناكم في مزاد صفقة نعطيكم جولة على السيارة بالكامل. راح نشغل السيارة الآن. ستة سلندر 3.5، وراح تشوفوا السيارة على الرافعة. عندكم ملاحظة هنا في الكبوت زي ما وضحنا لكم من هنا. طبعا الموتر جاه رش وراح تشوفوه في تقرير المزاد. راح نسوق السيارة الآن وراح نحطها على الرافعة وتشوفوا كل شيء في السيارة. الآن حط لكم السيارة على الرافعة ونشوف السيارة وراح ينزل في المزاد لمدة أربع أيام. أي سؤال أي استفسار حياكم الله يا شباب. وبدأنا نستقبل السيارات الحديثة، عندك سيارة حاب تعرضها في المزاد حياكم الله، تواصل على الأرقام في الوصف اتصال أو واتساب. هنا الفورد 2015 أسفل السيارة من هنا، هذا الصدام من أسفل سليم زي ما تلاحظوا، الدقن سليم، شاصي أرضية كل شيء سليم. عندكم اللهم الدقة هذه زي ما تلاحظوا هنا، دقة واضحة مع القايم. طبعا عندكم أرضية السيارة سليمة، كامل أرضية السيارة، شاصي، محركات، تبديلات السيارة تمام، ديفرنس خلفي ما في أي تهريب. أي ملاحظات راح نذكرها في تقرير المزاد يا أخوان باللي يظهر لنا. رفرف من هنا،
اللي ما اشوف فيه ملاحظات، السبير عندكم، السيارة من خلفنا سليمة زي ما ذكرنا. الشيء الواضح لنا راح نوضح لكم يا اخوان. اي سؤال اي استفسار حياكم الله، ونشوفكم على خير. طبعا هذا صوت الرافعة. السلام عليكم.